السلام عليكم. اليوم نروح المدينة تاع وهران وبالضبط في منطقة مديوني أين يقع الفندق هذا الجديد اللي راه يعني الأشغال انتهت به تقريبا، ونشوف يعني شكل جميل. وهذه أكيد إضافة للقدرات السياحية تاع المدينة تاع وهران والولاية بصفة عامة، وهذا سوف يساهم يعني لا محال في تطوير السياحة إن شاء الله الداخلية أولا ثم السياحة الدولية. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.